بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة الثلاث من داخل سوق دراو. النهاردة 26 يا جماعة، النهاردة 26/3/2024 الموافق 16 رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. هنخش نشوف اللحمة يا جماعة يمشي بكام النهاردة من داخل سوق دراو. مزرعة باشا، صباح الفل باشا عمد، منورين والله، نهاركم ابيض حبيبي عمد، الله يوسع عليك. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه السوق يا جماعة في البدر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، صلوا على سيدنا النبي يا جماعة. اخش نشوف الاسعار تمشي بكام النهاردة. دية العجل ده يا جماعة، والعجل دية ب 147، المبرك دية وده. الصلاة على النبي تبارك الله. 147. صباح الفل يا عمدة. الاثنين دول 147؟ 147. المبرق؟ هم دول يا جماعة. 147. هذا؟ هذا؟ 147 الاثنين دول يا جماعة. دي والثاني ده اللي من هنا ده. 147 دول. هم الاثنين دول فينهم؟ معاكم هو؟ تعالوا نروح. هم البيع والشراء فيهم ب 147 الاثنين دول. نحاول نعمل لكم نجيب لكم اسعار يا جماعه على قد ما نقدر. الصلاة على النبي، هو ده الاحمر؟ الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ايش سنه ده معلم؟ والثاني؟ الصلاة على النبي تبارك الله. هم يا جماعة. صلاة النبي تبارك الله، اللهم صل على النبي. الاثنين دول كسرين مجاوزي. عليهم فلوس ولا اشتروا معاك يا معلم؟ كم اشتريتوه؟ ده ب 100. ده ب 100 اللي هنا ده؟ أيوه. الأسود؟ أيوه. الصلاة على النبي، هيجي كام يا معلم شايفه؟ ده فينه؟ العجل الكبير ده في العربية، شافه؟ في العربية؟ شفته ايوه، شفته ايوه، شفته. ادي له لقمة. كم اخذته؟ ادي له 100,000. ب 100؟ الصلاة على النبي، رايح ماشي رايح. خلاص انا جنبه. تعال انا هديك لقطة. والثاني بكام؟ الثاني 85. يعني الاثنين ب 185. ايوه. الله يوسع عليك، منور الدنيا يا معلم، نارك ابيض. الصلاة على النبي. ما شاء الله تبارك الله. هم دول يا جماعة. ب 185,000 الاسود ده ب 100 والاحمر ده ب 85. العجل الاحمر ده عجل تبارك الله. العجل الاحمر ده عجل تبارك الله ما شاء الله. ادي يا احمد ناصر. ناصر يا هيثم كام يا معلم صلاه النبي؟ 90,000. الصلاه على النبي يا عم، ايش سنه على كده؟ كاسر جوز. الصلاه على النبي، كاسر جوز منور عمده، توسع عليه. كاسر جوز ب 90,000 واربع تربع معلم. 300. طب ما قول لنا يمشي بكام النهارده على قياسك؟ 310. أيوة. الله يوسع عليك يا حي. الصلاة على النبي عليك. الصلاة على النبي. دبابة يا جماعة، دبابة، دبابة داخل سوق دراو. دبابة داخل سوق دراو، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. صلاة النبي تبارك الله. دبابة داخل سوق دراو. سوق دراو يا جماعة من أكبر أسواق الصعيد، تلاقي فيها مال بسم الله ما شاء الله. كم خدوه ديه؟ ده 120. وبقول لي ب 100 ما صدقتوش أنا. كذاب هو اللي جابه. ده معاك معلم؟ كذاب هو اللي جابه. ليه؟ هو اللي جابه كذاب. هو اللي جابه. هو اللي جابه كذاب. يمشي بكام النهارده معلم حسن؟ النهارده عجبهم 320-330. لا يا أخي، لا يا أخي، يا أخي ما تزودوش الأسعار يا أخي، يا أخي الناس بتاخذ الكلام ده والله العظيم. بنحب الشنا احنا. وبتقايس بيه والله. بنحب الشنا. لا 310. لا كذب والله. كذب؟ والله. كل واحد بيقاس على حسب شرواته معلم حسن. انت عارف المعلم حسن نفسه ب 300 جنيه. انا نفسه ب 350. 320 330. هو نفسه ب 300. هو نفسه ب 100. والله نفسه ب 100. ايوه. تعال جاهز. لا يا شحب الفاضي. الله يوسع عليك يا معلم حسن، الله يوسع عليك. حبايبنا يا جماعه، حبايبنا اخواننا، ادعمونا شويه يا اخواننا عشان خاطر الحياه الحلوه ده. العجل ده واحد قال لي ب 100 بس انا ما صدقتوش، ده ب 120,000 يا جماعه. بس بسم الله ما شاء الله في العربية
عشان في العربية هحاول القطب. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا نبي، صلوا على سيدنا النبي يا جماعة، انتوا بتتفرجوا كده صلوا على سيدنا النبي وادعمونا بلايك يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك. ادي سوق دراوة يا جماعة، اساطير يا جماعة، اساطير داخل سوق دراوة، اساطير النهاردة داخل سوق دراوة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اخواتنا على البث ادعمونا شوية، حبايبنا اصحاب القناة عاملين بس مباشر النهارده يا جماعه زي ما وعدناكم على الفيسبوك. يعني انا دلوقتي انا بصور الفيديو ده في بس مباشر على الفيسبوك. كام معلم حسن ده؟ لا مش هسيبه، هسيبه غير لما يملينا النهارده. معلم حسن ممدوح ده يا جماعه من كبير الجزارين في السوق يعني. الله ينور معلم حسن، صل على النبي عليك يا معلم حسن. هنا ما فيش مزاع. كم؟ انا ديا 80500. صل على النبي تبارك الله، صل على النبي معلم حسن، 330 و630. صل على النبي تبارك الله. الله يسهل لك الحال عم حسن، الله يسهل لك. تمام والله، الله يوسع عليك. صل على النبي تبارك الله، صل على النبي تبارك الله ما شاء الله. صباح الفل عمده، كم الشراء فيهم دول؟ مش معاه ورحمه امي عشان خاطر تنزل. صل على النبي، كم الشراء فيهم دول يا معلم؟ الشرف الاثنين دولة 145 يا جماعة، الشرف الاثنين دولة 145. البركات ان شاء الله تبارك. حاضر عم محمود، حاضر. النهارده باشا ان شاء الله في تغطية للسوق كامل يا باشا، في تغطية للسوق كامل النهارده بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله تبارك. اخواتنا وحبايبنا ادعمونا شوية، اخواننا ادعمونا شوية بالله عليكم. كل اللي يخش يدوس لايك يا جماعة كده ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي، النهارده عاملين لكم تغطية للسوق دراوي بالكامل. كم الشراء عمدة فيه ده؟ يا مسهلة على فكرة يا جماعة برضو، يعني في حتة ما بنحبش نغلس على الناس، ساعات بيبقى في بيع وشراء، ما بتحبش تخش في البيع والشراء، بتخلي الدنيا بس ايه ترتاح شوية عشان كل لسه الوقت بدري، يعني لسه الوقت بدري، لسه الوقت بدري. دي معاه ودي معاه، دي معاه ودي معاه. صباح الفل يا زعيم، نور والله. الصلاة على النبي عليك. الأسود ديه الثاني، كم صلاة النبي؟ الصلاة على النبي. والثاني معاك؟ كم الثاني وصل؟ 98 و90 ألف يا جماعة، 8 يعني 188 على بعض. ايه سنهم على كده عمده؟ الاثنين ها؟ صلاة النبي يا عم. اهو ده 90، خلي بالك يا عمده. اهو ده 90 وده 98. 90 و98 ألف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. 188 الاثنين دول يا جماعه، اللهم صل على النبي. تعال يا عم صور الشكله دي، تعال يا عم. كام يا عم بالصلاة على النبي بالشكل وكام؟ ابو حسين 155. 155 مجاوز ولا الياباني؟ اه جواز مجاوز يا جماعه. صل على النبي تبارك الله. شوف يا عم سنه قدام. اللهم صل على النبي تبارك الله. 155. اه واحد بعنا له زغره. عليهم فلوس؟ اه واحد بعنا له زغره. عليهم فلوس؟ صور بالله الحق ده يا شيخ. في بيع وشراء دول. عليهم شو فلوس؟ 155 هذا بيشتري. انا بشتري ب 150 يعني. 150. قبل الكاميرا هكذب وانا صايم. شوف يا عم.
الصلاة على النبي عمي. 150 مرة بيقول أنا اشتريت ب150، ليش دعوة بحد؟ صلاة النبي. أساطير يا جماعة داخل سوق ضراوة يا جماعة، اللهم صل على النبي. الله يوسع عليك يا عمدة، منور الدنيا والله. الله يوسع عليك. يمشي بكام النهار؟ يمشي بكام النهار؟ 320. يا أبويا ضرب قوي كده. دقيقة قصاوي دقيقة. يا أخبار اللحم النهاردة يا عم، صور الناس. لا الصلاة على النبي، عجل ملهوي. كم معلم نجار وصلوا معاكم؟ 126. مجاوز ولا لباني؟ لباني 126. الصلاة على النبي، الاثنين دول عجلين دورين. الصلاة على النبي عليك. الله يوسع عليك حبيبي عمدة. الصلاة على النبي يا علي. 126 وصلين، عجلين دورين يتكملوا يعني. رمضان ولا غير رمضان عم تطيب في الحل بالكذا. صلاة النبي. ده أول تقرير من داخل سوق عيول اللحم يا جماعة، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخلة يريد تشترك معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة 3/26/2024 يا جماعة، النهاردة 16 رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. نخش نعمل لكم تقرير عن أسعار العجول البتلو والشعار الجاموس الصغير يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما تبخلوش علينا بلايك يا جماعة، احنا بنصور واحنا في رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، ادعمونا بلايك للفيديو وخلي الفيديو بتاعنا يطلع. هنخش نعمل لكم تقرير حلو بالاسعار. ازيك يا عمدة، كم اشتروا معك في يد؟ 20 عجل ده؟ عجل بتلو ده يا جماعة اشتروا مع الرايل ب20,000. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا يا جماعة سوق البتلو، هنا سوق البتلو الصبحية يعني. الرايل ده بصوا مزارع، ده تبع المزارعين، بتخش بتلقط أسعار كويسة من المزارعين الصبحية في العجول البتلو ده. هو ده في بيع وشراء، تشوف البيع. كم البيع والشراء معاك؟ كم البيع والشراء؟ 12 و100 يا جماعة البيع والشراء بده. 12 والله رخيصة يا جماعة. هو صاحبه عايز فيها 12.5. صاحبه عايز فيها 12.5. شفت، عشان كده بقول لك البدرية مع المزارعين. الصلاة عن انت عايز فيها 12.5 صح؟ هو عايز 12.5 يا جماعة. هذه المزارع وهم التجار واخدينه لقطة والله، يعني واخدينه ب 12.5 لقطة اهو. ما الخروف ب 12.5. الصلاة على النبي تبارك الله. اشتروا فيه ب 12.300، وصل 12.300 مع الناس. بص النية سمحت، بص يا جماعة المزارعين النية سمحت فيه على طول. ولو زاد هيزيد له 100 جنيه ثاني، هنشوفه يخلص بكام. ادعمونا بلايك عشان خاطر هذه البيع والشراء قدامكم. بارك ب 12.300 والله بطشوا خذوا ببلاش ما شاء الله تبارك الله. ب 12.300 خلص صح؟ ب 12.300؟ لا ونص. ب 12.5. الله يسهل لك، بيع حلو يا عم، الله يسهل لك. الصلاة على النبي. هذه في بيعة ثاني، هذه عجلة بتلو قديم دي. كم اشتروا فيهم؟ اشتروا في 16. 16؟ 13.
الشرب 17 ما واحد الحكم واحد. الحكم 18 صلاة الله يا عم مختار انا وادك والله والله واد العجلي قديم وعجلي مليان يا جماعه بصراحه 16 والحكم 17 الشراء والبيع اللي داير قدامنا ده فيها كم اشتروا معاك فيه ده معلم كم اشتروا فيه خلاص ذكروا انت الصلاه على النبي اشتروا فيه 13000 اشتروا فيه 13000 العجل اللي طلع ب 12 ونص احسن من ده صباح الفل اوسع عليك كم اشتروا فيه ده حق مشتريه طلب 17 نتايا دي يا جماعه اشتروا 17 و17 و300 انتهى عشان تعرفوا اللي هو ب 12 ونص ده طلع ببلاش يا جماعه تاخذ خطف يعني حلو كم برك لك يا عمده 17 و200 صل على النبي عليك يا حاج يا عم الحاج يا اخبارك الله يوسع عليك طلع ب 17 و200 وحلو برضه يا جماعه ما شاء الله يا عمدتنا صباح الفل والله انا عايز افر اوصل الفيلم لواحد اسمه محمد كمال قول له يا عم 16000 يا عم محمد ده ب 16000 يا جماعه الفيديو ده لمحمد كمال عايز اوصل ذكر يا معلم ذكر ب 16 16 في شراء وبيع خلاص عاد يا عم 16000 يا جماعه كم اشتروا فيه؟ انا بعت البس ده انا بعته كم شاورني شاورني ب 10000 شاورني ب 11 فيه ب 10 وب 11 ايام عجل صغير ده. والله وحده يا اولاد انا راي ما بتقدمش المعيشه انا اخذ فيه 2000 3 4 5 بالحلال انا راي ببيع بالحلال 10000 ده 10000 يا مصطفى يا مصطفى 10000 سلام ده عجل معدل تبارك الله يعني. كم اشتروا فيها معلم؟ 19 اشتروا فيها 19 ايوه السلام 19000 ما شاء الله تبارك الله كم اشتروا معاك يا عمده؟ كم اشتروا معاك؟ يا ابوي لسه يا ابوي الله يبارك فيك. الحاج احمد بيشتري فيه ب 12 بيشتري فيه ب 12 الحاج احمد ادعمونا بلايك يا جماعة ما تبخلوش علينا طلعونا الفيديو ان شاء الله كل اسبوع كده هندخل العيون بتلو ده تبقى اساسي معانا في الفيديوهات يعني ان شاء الله باذن الله اشتري بعشرة عم احمد صباح الفل الله يوسع عليك الله يبارك فيك يا حي الرجال بيشتري ب 10 ونص يا جماعه وحاكمين عليه ب 12
والله والله العظيم انا واقف لبيب احنا يا رب ربنا خارجوا مني ب 10 ونص ربنا خارج مبروك صلى على النبي يعني بتاعك انت متطرفين انا على هذا كنا على حد يا مولانا لا مستوى بس باين صلى على النبي اقسم بالله يا الله صلى على النبي احنا مبروك زي اللبن على جامد بوش معاه والله ما لي الصلاة على حضرة النبي. ده كان تقرير العيون البتلو والشعاري البتلو الجاموس يا جماعة. النهاردة عاملين لكم تغطية كاملة لسوق ضراوي يا جماعة، العجول اللحم، العجول القاني، البقر الوالد، البقر العشر، الغنم والماعز، الجاموس العشر والوالد والحلاب والنتاية القاني، العجلات اللي تحت العشر، العجلات العشر والبقر العشر. النهاردة تغطية كاملة للسوق. نهاية الفيديو، عجبكم الفيديو طلعوا لنا الفيديو بلايك يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. خش نعمل لكم تقرير بأسعار العجول القاني يا جماعة. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك وخشوا وشوفوا أسعار العجول القاني. أهو ده ب29 اللي قدامنا، ده أول حاجة يا جماعة، أهو ده ب29,000. صلاة النبي ده ب29,000. خشوا كده في الاختصار عشان ايه ما نطولش على حبايبنا واخواتنا، في ناس ما بتحبش نطول يعني. الصلاة على النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب عم علي. ليه شغال في التعبان النهارده كده؟ الله يوسع عليك. ليه شغال كده في الحياة الضعيفة النهارده؟ فين الشغل يا عم علي؟ عليه الصلاة والسلام. كام ده عم علي؟ ب12 ونص. ده لسه مولود ها؟ ب12 ونص ده يا جماعه. والثاني ده؟ وده عليه 23500. 23500 ده يا جماعه. صلي على الحبيب قلبك. عليه الصلاه والسلام يا عم علي، الله يوسع عليك. يا اخي ما تدينا من جنبك. كم ده عمده صلاة النبي؟ كم ده؟ بيشتروا فيه ب20,000. بيشتروا فيه ب20,000 ده يا جماعه. الله ينور عمده صلاة النبي عليك. ايوه اطلع بس قدام سنة. هذا عجلين يا جماعه تبارك الله. يا اخي انا بحبك عشان انت بتجيب حياة صنعه والله. الله يوسع عليك يا عم، هذه الصنعه يا ما شاء الله تبارك الله. الصلاه على النبي. عجلين يا جماعه تحطهم كده وتنساهم دول. صلاه النبي. مزرعه معك كام معلم صلاه النبي؟ والله يا معلم ما وصلوش. الله يوسع عليك تبارك الله. هلف لها هي لك ثاني عشان اعرف السعر انا، عشان تحط لي تليفونه تمام. الله يوسع عليك. لسه هو داخل بيهم قدامه يا جماعه، الراي ما قدبش يعني. كام عمده صلاه النبي؟ واصل 37. واصل 37 يا جماعه. واصل 37,000. واصل 37. ازيك يا عمده؟ صباح الفل. مع بعض الاثنين؟ مع بعض الاثنين؟ كام صلاه النبي؟ 60,000. دول ب 60,000 يا جماعه. اللهم صل. كامو كامو معلم؟ 30 يقاسموا؟ هم يا جماعه 30 غايب يقاسموا. السلام السلام. ازيك يا معلم؟ صباح الفل. كل واحد لوحده دول معلم؟ كامو معلم صلاه النبي؟ الشراء والشراء والبيع 33. البيع والشراء ماشي 33. وهنا البيع والشراء 32 ونص. 32 ونص يا جماعة. والثاني؟ الشراء والبيع في 33. 33. هذا يا جماعة البهايم من ورا والبهايم من قدام. صلاة النبي تبارك الله. شوية ثلاث عيول حلوين ومصنعين يعني ما شاء الله عليه. نقول ثاني يا معلم 33؟ الشراء والبيع. البيع والشراء 2 ونص. البيع والشراء 32 ونص يا جماعة. البيع والشراء تمام 33. الشراء والبيع. الشراء والبيع بنشتري فيه احنا لسه. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. ان شاء الله تبارك الله. دعمونا بلايك اخواتنا وحبايبنا اللي بيتفرج. دعمونا بلايك اخواتنا وحبايبنا اللي بيتفرج.
والله هدى قد ايه؟ زكى عمده. كم صلاه النبي؟ كم صلاه النبي؟ 74 الاثنين دول مع بعض يا جماعه ب 74,000. ب 74,000 صلاه النبي ما شاء الله تبارك الله. اي واحد عندك 29 اي واحد عندك 42 اصحاب ثور كوب السلام تبارك الله ما شاء الله هتطلع في الغلط الاسعار كام ده معلم 32 يا باشا 32 نور عمده صباح الفل الله يخليك الله يبارك فيك والثاني ده حي 34 يا جماعه 32 و34 ما شاء الله تبارك الله والتليفون لو حد عايز له حاجه 012 0310 43 78 اسم الكريم حق عبد الطاه سعد حق عبد الطاه الله يوسع عليك يا حق الصلاه على النبي تبارك الله هم يا جماعه عجلين قناية عجلين سعايا خد حق محمد تعال صور هنا فين يا معلم يعني هتدينا اسعار ثانيه غير الدهاني الله اعلم انا بتدينا اسعار الحقائق الحقائق يا جماعه مال الحي اسكت يا ابن ابو عشره هذا احنا نبيع ب 20 جنيه قدام الصلاه على النبي انا اخذ سعرهم ثاني دول يا جماعه عشان دول مع الحج محمد كام معلم دول يا شيخ العرب رقم 31 عشان مركز معك ده فلوس 31.5 ده فلوس 31.5 نبيه ب 32 تمام ما بعدش هو برضه ايوه تمام تمام وده اشتروا فيه ب 32 وده اشتروا ب 32 يا جماعه هو بعته الله وكيله اخو تمام لازم ابيعه ب 20 تمام معلم محمد الله يوسع عليك وده اخذته ابراهيم وباعه لك ولا لا ما باعوش ده كنا هنشتري فيه ب 33 وجينا صاحبه قال لك ابو غانم ربطناه ليه ابو غانم الله يوسع عليه الله يوسع عليه كم التليفون معلم محمد 011 48 29 87 97 الله يوسع عليكم معلم محمد نارك ابيض يا جماعه دي الاسعار يا جماعه الراي الشاب دي ملانا البيع والشراء الحاج محمد ملانا اللي خلص فيه معاك دول معلم الصلاة على النبي عليك الله يوسع عليك صلاة النبي ما شاء الله تبارك الله وانت طيب يا عمي بالصحة والسلامة الله يوسع عليك يا حي ما تملينا كذا الأسعار يا معلم بالصلاة على النبي الأسعار تبتدي معاك دوات من دي 58.5 الاثنين دول مع بعض ثلاثة وده مع بعض أيوة 58.5 58.5 ده 36 وده 36 ده 31.5 ده 31.5 أسعار حلوة معلم والله أسعار حلوة معاك يا معلم صباح الفل والله تبارك الله دول الكبار معاك يا معلم لا دول الاربعه بالصلاة على النبي نقول ثاني 31 31.5 يا جماعه ذاتي وذاك 58 58.5 وده ب 36 والتليفون معلم لو حد عايز له حاجه 04 حايد 49 8100 اسم الكريم شكرا حجي شكرا يا جماعه ماشي يا معلم شكرا ماشي يا معلم الله يوسع عليك وانت طيب بالصحه والسلامه اسعار العيون اللي مع المعلم شكرا دول حلوين يا جماعه حلوين يعني بصراحه يعني ازيك يا عمده كم صلاه النبي فينك يا عمده الله يوسع عليك كم حي 43 صلاه النبي 43 يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله 43 قسما بالله ما بتفهم بعيد عليك كم معلم صلاه النبي ازيك يا عمده كم صلاة النبي؟ البيع والشراء 44 في ذي الجماعة صلاة النبي البيع والشراء 44 عيد لحلو صلاة النبي عيد لحلو تبارك الله ما شاء الله تبارك الله البيع والشراء في 44 العيد ده يا جماعه صاحبنا ملهونا كم قلت له معلم كم قلت 43 يا جماعه عيد تبارك الله اخر حلاوه والله 43 برا خذل كلهم على كده مسرحنا صلاة النبي تبارك الله ازيك يا عمده كم واصلين صلاة النبي 110 الصلاة على النبي 110 دول يا جماعة دول واصلين 110 سعيد لينا اللهم صل على النبي يعني لينا الله اكبر دول يا جماعة العجول المحيرة برضه في ناس بتسألني بتقول لي ايه العجل المحير
العجل المحير باشا اللي هو يخش علف ويدبح الاثنين يمشي السكتين يمشي ان انت تكمله ويمشي انك انت تذبح. كم ده عمده؟ 43 خلاص 43 ده يا جماعه بصراحه يعني شديد. ده كان تقرير العيون القاني. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناه المزرعه. نخش نعمل لكم تقرير باسعار الجاموس العشر الوالد والحلاب. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. خش نشوف الاسعار يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خشوا على فرشه المعلم محمد الصمتي. معلم محمد الصمتي يا جماعه بسم الله ما شاء الله من اكبر تجار في سوق براو هنا. يجيب شغل عالي شغل ما شاء الله تبارك الله. صل على النبي عليك معلم محمد والله. اللهم صل على النبي تبارك الله. فين اولنا باشا؟ الصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. ايوه يا سلام كده لو تطلعها واحده واحده كده ما شاء الله تبارك الله. هنا الجاموس العمراني يا جماعه تحت النتايه دي ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. تحلب اكثر من 8 كيلو. تحلب اكثر من 8 كيلو يا جماعه. صلاه النبي ما شاء الله تبارك الله. يعني 8 و8 يا معلم. 8 و8 يا جماعه تحت النتايه الحلوه دي. ويطلع الولد الكام ده معلم محمد؟ الثالثه. صلاه النبي باين هي صغيره ما شاء الله تبارك الله. الثالثه الرابعه بالكثير يا جماعه. اهي هذه الحلاوه بالصلاه على النبي. هذه المحاليب يا جماعة تبارك الله ما شاء الله. ما هو هذا اللي بعمله والله. هذه الخلف يا جماعة تحت ينتهي تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هذه الحلبات يا جماعة الله أكبر. هاي حلوة. الصلاة على النبي تبارك الله تبارك الله. كم صلاة النبي أبو محمد؟ 114 114 الصلاة على النبي. فيها طلوق العشرة؟ فيها طلوق 40 يوم. فيها طلوق 40 يوم يا جماعة. معروضة للعسس حاليا. هذه الضر والمحاليب كنا خلو بتاع العسس ما شاء الله تبارك الله. لبن 8 و8 واللبن 8 يا جماعة. هذه الضر باين عليه اللبن ده باشا. انت تكشف عليه بنفسك. انت تكشف عليه بنفسك. صلاة النبي تبارك الله. البيع والشراء ولا الفلوس ده معلم محمد؟ 114 تحلب اكثر من 8 كيلو لبن. تحلب اكثر من 8 كيلو بالصلاة على النبي تبارك الله. الثانية دي ده العين ذكر تحتها الذكر ده يا جماعة. يطلع الولد الكام يا حج الصمتي؟ انا فيهم دية الثانية. الثانية بالصلاة على النبي تبارك الله. دي الثانية يا جماعة. طلوقة 35 يوم الذكر. هذه الذكرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. نقول اللبن ستات يا جماعه. صلاة النبي. كم معلم محمد؟ ب 105 الصلاة على النبي تبارك الله. على الوحدة ب 87 بتعمل 6 كيلو. فين يا معلم؟ الصلاة على النبي. دية ب 105 يا جماعه. صلاة النبي. الثانية دي ب 114 معانا واحدة ب 86000 اهي 87 87000 بتحلب 6 كيلو الري. بقول لك بتحلب 6 و6 يعني 12 كيلو في اليوم. اللبن ده انا مش مسؤول عنه يا جماعه. اللبن ده انت تنزل وتحلب بنفسك. ارجع ثاني. صلاة النبي. صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اهي يا جماعه. فين الخلف يا معلم؟ ده الخلف؟ صلاة الله صلاة الله. تحتها ذكر يا جماعة تحتها ذكر. 87 يا معلم محمد؟ وبتحلب 6 و6 مرتاح. وبتحلب 6 و6 مرتاح يا جماعة. في حاجة تحني من كده يا معلم محمد؟ في حاجة ثانية؟ لا دي كويسة دي كويسة تمام. برضه ايه بص صلي على النبي. في واحد مشاهد عايز حاجة لبيته ب 110 115 مش هتفرق معاه ما دام ما شايف اللبن كويس والمولود كبير وفي عشره وفي طلوقه تمام. بس في انا بفهمك ايه. في واحد غلبان عايز له حاجه حنينه تمام يعني حركه 60 حركه 55 عايزه عشر ولبن ما عشر ولبن مثلا حاجه ما تبقاش والده
والله شو اللبن بسبب مش بيورد عليك كل ده؟ بيورد تمام. قول لي تليفونك كده. 04 وحاي 5 7 5 7 9 7 5 6 5 6. المعلم محمد الصمت يا جماعة، كل سنة طيب معلم محمد، الله يوسع عليك. حلوة ده يا جماعة ب87، وانتو الحكم لكم انتو يا جماعة، احنا بنصور لك وبنعرض لك الحكم ده بتاعك انت. ازيك عمدة؟ معاك ده معلم؟ الصلاة على النبي تبارك الله. تحت يا ذكر الصلاة على النبي. فيها عشر ولا حاجة؟ عشر ثلاث شهور والرابع ده يا جماعة. اللهم صل على النبي تبارك الله. طلعنا والدة كم مرة ده على كده معلم؟ قول الخامسة الرابعة تبارك الله. بتديها لنا جرة كده يا أخي؟ ده لنا جرة كده. لا زي ما مؤاخذة خالص، مؤاخذة الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. كم معلم صلاة النبي؟ كم؟ كم؟ البيع والشراء 90. الله يوسع عليك يا معلم. البيع والشراء 90,000. يا عم صابر عدلك. الصلاة على النبي. هذا اللي عم يضل تسموه يا عم. عاد سلي عنك، احنا قلنا لك اللي في عاد صلي، يعني صلي براحتك. يا رب تعمل لي على صلاه النبي، والله العظيم الجاموس بس برضه في نفس. على عندي واحده على اطلع محط لها على اطلع على عني على خلاص. الله يجيب لك كام ده معلم صلاه النبي؟ ها كام دي صلاه النبي؟ توكل على الله. الله صلى على النبي. الله صورها، احنا عارفين احنا كام لسه جايين من البيت مزارعين. لسه يعني ما حدش فصلها. ما شاء الله. طبعا البطشه لا خش نشوفه. شفنا الوالد يا جماعه، خش نشوفه حاجه من العشر. عمي صباح الفل يا زعيم، منور الدنيا والله. كل سنه وانت طيب. بعد الايام احنا ناس من محافظه سوهاج. احسن ناس يا عمي. جايين نشتري السوق ده. الله يوسع عليك. ابيعه لكم انا، وانا رايي من محافظه اسوان. افتح المزاد. اخذه ب 4 مليون. افتح الله يا عمي. ب 4 مليون حد يزود. ايوه على رايك. الله يوسع عليك يا حاج. والله قوي. 10 ولا لبن ده معلم؟ 10 ولا لبن؟ 10 كام؟ ماشي في الثالث. صلاة النبي عم تبارك الله. كام الفلوس يا معلم؟ 55. ما تمشى لنا كده يا اخي. صباح الفل عمدة. نهارك ابيض. صورها لك كده بالصلاة على النبي. تبارك الله. 10 كام قال؟ 3 شهور. 3 شهور. الصلاة على النبي. واللبن هي فيها كام وكام على كده؟ 3 شهور يا جماعة، يعني فيها لبن مثلا نقول 2 و2. بالصلاة على النبي. 5 كام و50 يا معلم؟ 55. كام التليفون لو حد عايزه منك؟ تليفونك كام لو حد عايزه؟ الصلاة. حافظ تليفونك تسيبه لو حد عايزه منك؟ الراي الطويل ده زكا عمدة تصور؟ كام تليفونك؟ ازيك يا عمدة؟ كام تليفونك يا معلم؟ كام تليفونك لو؟ 011 56 38 78 97. اسم الكريم؟ معلم حمدي. معاك اللي عشر ولبن ده؟ عشر ثلاثة؟ ماشية في الثالث؟ دي لبن وتحتيها بنت هدي. بالصلاة على النبي تبارك الله. تطلع والدة كم مرة معلم؟ أربع مرات. أربع مرات بس تطلع زيادة؟ لا لا مش أربعة يعني؟ متانة في الأكل بس. متانة هي جعانة في الأكل يا جماعة. تحتيها النتا هدية. والثانية دي والدة العشر؟ دي والدة. صلاة النبي تبارك الله. معلم صلى على النبي. صلى على النبي. جاي لك انا والله. ما تبعه دي. معلم علي. فين فين خلفها هي دي؟ خلفها فين دي؟ مولود احمد. دي؟ صلى على النبي. اسحب عن الشاب بيرضع الجاموس. كام معلم الثاني دي؟ يا معلم علي. يا معلم علي. هلا يا معلم علي. يا معلم علي كام الثاني ده معلم؟ دي؟ دي ب 78 بس. دي ب 78 يا جماعه. الصلاه على النبي. ايوه شفت عيلها. شفتها تحتيها ذكر انتهى هي. تحتيها
تحتيها ذكر. تحتيها ذكر يا جماعة. والثاني اللي معاك الفادية. أيوة اطلع لي كده بيها معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة 3/26/2024 يا جماعة. من داخل سوق البقر الوالد أخش نعمل لكم تقرير بأسعار البقر الوالد في سوق دراو بمحافظة أسوان يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خش نشوف الأسعار كده بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللبن فيها يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. ايوه خال الله يوسع عليكم. كل سنه وانتم طيبين. الاول الله يوسع عليكم يا حاج. ايه سنه ده معلم؟ بقره يا عم. قافله يعني؟ قافله. شوف لا شوف لا صلاه من تحتها ذكر؟ ها؟ الانتايه؟ لا تحتها انتايه. تحتها انتايه يا جماعه. الصلاه على النبي. فيها الحلبات كامله ولا ثلاث شطور؟ ثلاث شطور. الصلاه على النبي. على وضعها يعني يا جماعه؟ على وضعها ثلاث يعني شطور. الشطر الثالث ما شغالش؟ ما شغالش لا. الصلاه على النبي تبارك الله. بس اللبن ما شاء الله فيها كويس يا حاج. لبن 5 و5. والفلوس اخا؟ الفلوس 90,000. الفلوس 90,000 يا جماعه. تحتها النتايه دي فيها ثلاث شطور. ايوه الصلاه على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. ثلاث حلبات بس اللي شغالين يا جماعه. فيها بز شالل يعني. الصلاة على النبي. بقره خليط برون عالي. بقره خليط برون عالي. الصلاة على النبي. وادي بيتها النتايه دي. وكم التليفون عمده؟ 011 45 41 4728. اسم الكريم؟ حماده ابو مختار. حج حماده يا جماعه. متشكرين عم حماده الله يوسع عليك. هاي يا جماعه يا احمد. لبن 5 و5 راهي البيبي. ها 5 و5. يا دوين انت. ها فين امهاتهم دول؟ امال لا جايبهم على كده دول. السلام عليكم. السلام عليكم. السوق ده السوق ده يا جماعه النهارده طارح على سوق معلم. معلم السوق اللي زكى عمده. السلام على النبي. عليك الله يوسع عليك. السلام على النبي. لا والله كم اخذتها يا حج؟ 77 78 ونص. 78 ونص. الله يرزقك فيها خال. بالصلاة على النبي. 78 ونص يا جماعة. ما شاء الله حلوة. 78 حلوة ما شاء الله. 200 العشر ثلاث شهور. ثلاث شهور يا فتح. صباح الفل يا خال. صباح النور. الله يوسع عليك. ايه السنة دي؟ قافلة على الأول. صلاة النبي. العشر ثلاث شهور والذكر. تحتها الذكر ده يا جماعة. بالصلاة على النبي. الله ينور عليك يا خال. 92 و200. هاي يا جماعة ب 92 و200. العشر ثلاث شهور والسنة على الأول. وادي الحلبات. اللهم صل على النبي. عمي تبارك الله يا عم. الله يوسع عليك يا خال والله. كم التليفون يا خال لحد عز؟ 011 27 48 86 الله يوسع. 84. والثانية دي معاك؟ أيوة معاك. هتقول لنا صنعتها إيه دي؟ الصلاة على النبي. شايفين الذكر يا جماعة؟ زقوا حلو ما شاء الله. 78 دي ب 78 يعني. هذه الحلبات 78 وهذا ذكرها فيها الطلوقه وهذا الذكر بتاعها 78 ألف. صلاة النبي. 78 ألف يا جماعة. البقرة حلوة. العمة بتاعتها ما شاء الله. الذكر بتاعها يعني جعان شوية. الذكر اللي هناك أحسن. البقرة اللي هناك دي أحسن من الذكر دي. حاجة صلاة النبي. حلباتها يعني اللبن ده طبعا من يدك. زي ما هتوكل زي ما هتلاقي. شوف البقرة دي
زكا حي زي ما انت زي ما انت ايه السنه هذه يا فرادي فرادي صلاه النبي تحتي الذكر ده تحتي نتايا صلاه النبي كم ب 10 72 يا جماعه بالصلاه على النبي بلاش ب 75 الصلاه على النبي 72 ما تقولش كلام غلط ما تقولش كلام غلط في ناس بتبيع هنا 75 ما اقولش يا ابو جبل 75 بعت تحتي النتايا دي يا جماعه شقاك يا مزارع تحتيها النتائج صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله سنة هي على كده قافلة الأول معها فرادة مش كتير معها فرادة يا مع كاسرة ستة يعني تحلب مري فلوس 74 يا جماعة والبيع والشراء ب 72 فلوس 74 والبيع والشراء كم تليفونك يا خال حد عايزة منك 031 95 99 681 اسم الكريم عبد الله ماشي عبد الله ابوك هو الوالد اه والد يعني ماشي صلى على النبي تبارك الله عشرة يا معلم الله ابويا دول 50 سنه زكا عمده ايه السنة يا معلم قافل على الاول تحتيه خلفه تحتي النتائج يا جماعه كم البيع والشراء معك ازيك يا عمي صباح الفل يا حاج الله يوسع عليك كم البيع والشراء معك البيع والشراء ب 74 يا جماعه الصلاه على النبي تحتي ذكر هي الصلاه على النبي عليك يا حاج تحتي الذكر ده يا جماعه بقره زينه والله بقره زينه صلاه النبي ان شاء الله جعانة شويه بس ده كله بيع يعني مع الاكل حق 200 سوبر تزبط الدنيا صلاة النبي صلاة النبي تحتيها الذكرة تحتيها انتايا تحتيها انتايا صلاة النبي ما شاء الله السنة قلت لي فيها كاشفة دوب جديد كاشفة جديدة صلاة النبي والبيع والشراء 74 كم تليفونك لحد عايزه منك؟ ها؟ كم تليفونك لحد عايزه؟ 11 04 60 واحد اثنين واحد ثلاثة كشفة في جوزي يا الصلاة على النبي الصلاة على النبي تبارك الله والله مع 74 تحتي انت اللهم صل على النبي بارك الله ما شاء الله زكا حج صباح الفل يا الذكر ده يا جماعه الصلاه على النبي كم البيع والشراء معلم ٩٥ فيها عشرية شهرين عشر شهرين يا جماعة 95 تحتها الذكر دي بالصلاة على النبي لبن فيها تبارك الله الله يا جماعة البقرة دي جميلة ما شاء الله بص الزقوة عامل ازاي زقوها تبارك الله وعشر شهرين ايه السن فيها معلم سنة الصبح اللبن ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي 95,000 يا جماعة اللبن يا جماعة ما شاء الله تبارك الله واقف يا محمد يا محمد في بقر بقر يا جماعة يزيد 1000 يزيد 2 يزيد 5 يعني يزيد 1000 يزيد 2 يزيد 3 تاخذ لأنه بقر يا جماعة فلوسه بيبقى فيه البقر نفسه بتبقى عينه نظيفه بتبقى حاجه نظيفه والعينه نظيفه بسم الله يعني ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي حاولوا نجيب لكم البقر البلدي دي كده كمان انا يا جماعه النهارده عامل لكم بث مباشر للبقر الوالد من داخل سوق دراوي يعني في بس قبل ده يا جماعه تسمعوا على القناه تخش كده بالفيديوهات وتشوف تبحث عن تخش على البث المباشر بتاع القناه تلاقي فيه بث مباشر لاسعار البقر الرخيص البقر الهادئ وفي كده وفي كده يعني
زكى عمدة صلاة النبي عليك. ايش السند يا معلم؟ سد على الاول صلاة والعشر ست شهور والذكر وراها. والفلوس يا عمدة؟ فلوس كم؟ 90 و500. 96.5. الصلاة على النبي. 10 6 10 6 يا جماعة. سنة ايه على كده؟ فيك شوف الحاجة؟ الصلاة على النبي. 96 يا جماعة. 10 6 وتحتها الذكر دية. الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله. مين أنت؟ اللهم صل على النبي. تبارك الله. اللهم صل على النبي. البقر اللي زي ده يا جماعه البلد ده تلاقيه شغال محرات برضه، لو حد عايز محرات والكلام ده. لو حد عايز محرات تشتغل محرات البقر البلد ده بيبقى حلو في المحرات يعني دي ميزته ما شاء الله تبارك الله. ده كان تقرير البقر الوالد. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناه المزرعه، نخش نعمل لكم تقرير باسعار البقر العشر والعزب العشر. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. بسم الله ما شاء الله. النهارده الثلاث 26/3/2024 من داخل سوق ضراب محافظه اسوان يا جماعه. دي 10 4 شهور. 10 4 يا معلم. عشر اربع شهور يا عم. والسن على الاول. السن قافل على الاول يا جماعه ما شاء الله. والعشر اربع شهور. والفلوس يا معلم. 46 و700 يا عم. فلوس 46 و700 يا عم. عجله وديه دي ما اعرفش. الصلاه على النبي. 46 600 يا جماعه. عجله من الوادي الجديد دي، بهايم الوادي. 46 و700 الصلاه على النبي. كم رقمك لحد عزه معلم؟ اربع شهور. كم رقمك لحد عزه؟ رقم؟ مش حافظه. الله يوسع عليكم. 46 و700 الثانية دي معاك؟ الصلاة على النبي. 46 و700 العشرة. 46 و700 يا جماعة. بقر الوادي بقر حلو وممتاز. عشرة كام دي؟ عشرة أربعة؟ شهرين؟ 47 ونص. 10 شهرين. بس غالية غالية ب 47 ونص. 10 شهرين غالية. من 46 ونص ال 10 4 أحسن منها. 10 ده معلم؟ 10 7 يا جماعة. إيه سنة على كده ده معلم؟ سنة كاشفة. كاشفة في كام؟ 4 لجوز 4؟ كام الفلوس يا معلم؟ في 10 ب 55. في 10 ب 55. العشر كام قلت لي؟ 7. في 10 ب 55 برضه دي غالية يا جماعة. للأمانة بكلمكم أنا. دي حركتها الأربعينات برضو عشان كاشفة. كاشفة في 4. زكى عمدة صباح الفل. عشر دي 10 4 صلاة النبي. كم الفلوس يا معلم؟ 47. 47 سنة على كده؟ لا سنة. لبانة يا جماعة. 47 10 4 صلاة النبي. 10 كام ده حج؟ شهرين والثالث. شهرين والثالث. كم الفلوس يا معلم؟ 45. 45 يا جماعة. حق الفارد. حق الفارد يا أولاد 45 حق الفرد. 45 شهرين والثالث. ادعمونا يا جماعه في البقر العشر عشان يا جماعه في الله مش عارف. انا الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، الفيديوين بتوع الاسبوع اللي فات يا جماعه بتوع البقر العشر ما جابوش مشاهدات كويسه معانا يا جماعه. خلي بالك بيفرق معانا اللايك بتاعك بيفرق معانا. عشر كام ده معلم؟ 46 العشر 5 شهور يا جماعه. العشر 5 شهور ب 46 سنة ايه على كده؟ جوز؟ صلاة النبي سنة جوز يا جماعة. الصلاة على النبي.
كم تليفونك يا خالد؟ 4-0-11-00-9-8-15-22. الله يوسع عليك يا حي، كل سنه وانت طيب. الصلاة على النبي. كل سنه وانتم طيبين يا عم. ايه اخبارك عم ناصر؟ الله يوسع عليك. معك الحلوه دي؟ معايا واحده في الاربع تانية. صلاه النبي، صلاه النبي. دي؟ نعم تحفظ. ايوه دي. 59. اديها لي جرى بس معلش. 59 بس بقره من الحلوين يا جماعه. اللهم صل على النبي. والله ب 75. والله ب 75. الصلاه على النبي، شايفين شرشور الدار. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي يا عم. تبارك الله. الله يوسع عليك عم ناصر والله. يزيدك. كل سنة وأنت طيب. طيب يا حبيبي. سنة أربع سنين. أربع سنات أه. والعشر كام عم ناصر؟ عشر خمسة يا عم، عندي أربع أنظار. العشر خمسة. ماشي يا ماهر. يا ماهر. تبغى تدب علينا يا ماهر؟ لا بدب عليك. لا خليك. يا ماهر. 65. ماشي 61. يلا. 59.5 بتاع. ماشي 61. كم فلوسها يا عم ناصر؟ 59 بالمهرد الله. 59 اه. الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. 59 والله. لا 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 تبارك الله. لا تبارك الله. اللهم صل على النبي. كم التليفون عم ناصر؟ 011-48-33-9603. الله يوسع عليك. طيبين وانت طيب يا حج. الله يوسع عليك. وموزعون بقى الباص. الله يوسع عليك. الواحد يجي لك من وراك انت وبتصور ما تعرفش، يجي لك من على جنب ومن هنا، والواحد دايخ في الصيام والله. اللهم صل على النبي. كم ده معلم بالصلاة على النبي؟ عشر هي؟ عشر سبعة. عشر سبعة؟ بكرية كاس ريوز. بكرية كاس ريوز. الفلوسة 43,000. فلوسة 43,000. الصلاة على النبي. مليك كده ولا باين عليها جعانة هي؟ انا على العشر سبعة مش باين عليها العشر سبعة. ايوه مع العسس اكيد طبعا. الصلاة على النبي، بس هي محتاجة كرامة شوية. اه يلا العسل. اه صلاة النبي. تلا عشر سبعة يا جماعة، بكرية كاس ريوز. 43 43. كم التليفون لحد عايزها منك؟ 11-500-3-2-8-5. اسم الكريم؟ محمود النجار. معلم محمود ابن نجار. الديقاني دي؟ دي كاسرة فردة. كاسرة فردة؟ تنفع للضحية إذا حد عايزها. كم معلم محمود؟ فلوسها 33. فلوسها 33 يا جماعة. فلوسها 33,000 كاسرة فردة. متشكرين يا حاج. الله يوسع عليك. 10 يا معلم؟ كم؟ 10 كم؟ 10 شهرين. كم يا معلم؟ 45. 10 شهرين يا جماعة. جاي لك انا 10 شهرين ب 45,000. صراحه النهارده سوق العشر 41 يا ابو زكى عمده. السلام عليكم. 41 دقاني بس ولا فيها عشر دي؟ لا ما فيهاش عشر يا عم. اه يا جماعه عيد لقاني. صورها ارجع. عندي واحده صورها يا راجل. 41 صح يا حي؟ ازيك يا باشا عمي جمال؟ بارك يا باشا. الله يوسع عليك. مشاهدين قناه المصنع بخير ان شاء الله. حبيبي يا باشا كل يدوك سلايك يا اولاد بالله عليك. الله يوسع عليك. الله يوسع عليك. تسلم استاذ جمال. الله يوسع عليك ان شاء الله. هذه 41 يا جماعه. ده فيديو العجلات الجاني. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخله جديد تشترك معنا في القناه. بنغطي سوقين كل اسبوع يا جماعه، سوق الضراب محافظة أسوان وسوق أبوير بمحافظة أسوان مركز كابومبو. في نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. هنخش ونعمل تقرير بأسعار النتاج الجاني والعجلات اللي تحت العشرة يا جماعة. النهاردة 3/26/2024 من داخل سوق دراب ومحافظة أسوان. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. والناس اللي داخله جديد تشترك معانا في القناه. بوكشا الله ينور عليك يا معلم. كام وكام يا معلم؟ 32.5 و31 يا جماعه. 32.5 و31 دي 32.5 دي 31 ما شاء الله. بوكشا وبوكشا اهم حاجه عن الجميل. 31 و32.5 تبارك الله. 37 ولا 35 حطيتك في المحلين. 36 كم تليفونك معلم؟ ايه معلم. كم تليفونك لحد عز له هاي منك؟ 011-590-68-961 يطلع عمار كم طلع كذا معلم مصطفى؟ سبعة ثمانية شهور يا جماعة الأعمار بتاعتي. الصلاة على الله. الله وكيلك في الجهة يا شيخ. بلاش والله وكيلك في الجهة. صباح الفل يا عمدة منور الدنيا يا معلم. الله يوسع عليك. كم صلاة النبي؟ مع بعضيهم الاثنين ب 82 دولار. دول فيهم حاجه فيها طلوقة ولا حاجه؟ دي فيها طلوقة. دي فيها طلوقة. الثانية لا يعني. الثانية لا. ب 82 مع بعضيهم. الصلاة على النبي يا عم. فرج. اللهم صل على النبي يا عم. فرج يا راجل. اللهم صل على الأدب. فيها حسنة. فيها حسنة دي. الله يخليك. بارك الله بس ما حي تبارك الله يعني. هذه الفتحات بتاعتهم. المحليب. الله ينور عليك يا معلم. والله الصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. ب 82,000 يا جماعة الاثنين دول مع بعض. الصلاة على النبي تبارك الله. كم تليفونك يا اخي؟ 03-1-497-4622 يا عم. اسمك الكريم؟ محمد. محمد اي حد. الله يوسع عليك يا معلم. هم يا جماعه ب 82 دول مع بعضهم. دول عجلتين. هو الراي قال دي فيها طلوقه ودي ما فيهاش بس دي طلق عليها دلوقتي برضو عايز تستناها لغايه ما اخلص البرسيم المزرعه. الصلاه على النبي. كام يا عم هالراس بعت؟ الله يسهل لك. كام طلعت دي؟ الصلاه على النبي تبارك الله. دي بكام دي؟ 42. دي ب 42 يا جماعه برضه عجله حلوه ما شاء الله. كسر الجوز. صلاة النبي. 42 الصلاة على النبي. 42 و200 محمد صل على النبي. اللهم صل على النبي. معاك يا معلم؟ الصلاة على النبي يا عم. كسر الجوز ها؟ كسر الجوز. ما شاء الله تبارك الله. 42 42 و200 يا جماعه عشان تبقى ايه؟ بالظبط. كام دي؟ دي ب 36. دي ب 36 حلوه هي فتحتها حلوه بصراحه. بس ده المال الطيب يا جماعه. ده المال الطيب. اللهم صل على النبي. والثاني ده معلم؟ الصلاة على النبي. كم رقمك لحد عزة العجله دي؟ كم رقمك لحد عزة؟ 11-44-65-74-94 من فين يا كبير؟ قصة. اسم الكريم؟ حسين بوف الشهر. معلم حسين؟ حسين بوفين. ما شاء معلم حسين. الصلاة على النبي. بنحاول نجيب لكم يا جماعه كام حاجه كذا من اللي هي تحت العشر دي وبعد كذا اخش لكم على القاني. صلاة النبي. كام عمدة صلاة النبي؟ 32.5 هذه حلوه دي. حلوه رخيصه دي بالصلاة على النبي. والثانيه معلم؟ دي ب 41 كسر الجوز. دي ب 41 كسر الجوز. 41 كسر الجوز ما شاء الله.
بارك الله، اللهم صل على النبي. متشكرين يا معلم. صل على النبي. كم معلم صلاة النبي؟ 34 من هنا دي 36 ونص. العقلة زادت كام يا حي؟ 5000. في زيادة النهاردة ملاحظ أنا والله. ازيك يا حاج؟ وانت طيب بالصحة والسلامة؟ الله يوسع عليكم معلم. اللهم صل على النبي. هم يا جماعة فتحاتهم ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. كم رقمك لحد عايز له حاجة منك يا معلم؟ رقم تليفونك كم؟ 011 205-9172. قلت لي كم وكم؟ 34 و36. اديهم لي مشيه كده يا اخي معلش. 34 و36 ونص. دول عيلتين حلوين يا جماعه، العيلتين الحلوين هم اللي همشيهم لك وهم اللي هاخذ لك رقم تليفون صاحبهم. الصلاه على النبي تبارك الله، اللهم بارك. كم ده عمده صلاه النبي؟ 30000. جيب 30000 يا جماعه. عيلتين صنعة ما شاء الله حلوين. نور عمدة كم صلاة النبي؟ الله يوسع عليك. 30 إلا 100. 30 إلا 100 دقيقة. 30 30 إلا 100. كم ده معلم؟ 22 و200. الصلاة على النبي، عجلة حلوة صلاة النبي. كم التليفون لحد عايزها؟ ايه؟ تليفون أنا 0199971260. الله يوسع عليك يا كبير، كل سنة وأنت طيب يا حي، الله يبارك فيك. كم الحمرة ده يا معلم؟ 25 دقيقة. 25 يا جماعة. كم دول يا معلم؟ ها؟ 19 ونص. 19 ونص دي الثانية؟ 22 ونص. الصلاة على النبي. اللهم صل. 22 ونص و 19 ونص. كم ده حق؟ 22 و700. صلاة النبي. زكاة عمدة. السلام عليكم. بارك الله باشا. السلام انت طيب. كم الحمرة يا معلم؟ والله يسعدك. الله يوسع. اللي هو مشهد الوقت دي. الصلاة على النبي. ده كان تقرير النتائج القاني والعجلات اللي تحت العشرة يا جماعة. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والناس اللي داخلة جديد تشترك معنا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صلي على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، أخش نعمل لكم تقرير بأسعار الغنم والماعز يا جماعة. النهاردة السوق يا جماعة طارح سوداني نعاج لحمه ونعاج عشره وخرفان قاني، وطارح شغل كثير يعني ما شاء الله تبارك الله. خشوا كده نشوفوا لكم الاسعار. بكام الاحمر ده يا معلم؟ كام الاحمر ده؟ 54. لوحده ب 4050 جنيه؟ عليهم
8000 الاثنين. هم جدين لحمه يا جماعه بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي جدين لحمه تبارك الله يعني. يعني ده فيه 10 كيلو يا جماعه واللي هناك ده 8 كيلو. لازم احرصنا. الصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. عم علي. صباح الفل يا عم علي. بارك ابد بالصلاه على النبي. دول خروفين قال يا معلم؟ دي رميسه لباني مكسرات. دي رميسه لباني كام يا معلم علي؟ فرق مجنس موجود هنا بس. بالصلاه على النبي. تاخذوا فلاتر رميس مع بعض الاثنين هم؟ مع بعض كم؟ ب98 الاثنين ب98 يا جماعه 9800 9800 42 اقول 56 56 و42 هم مع بعضهم صلاة النبي. ودول لحم الثلاثة الاثنين الاثنين الصلاة دي فيها عشر دي دي الاثنين دي 59 دي الصلاة على النبي. واللحم دول يا معلم؟ اللحم الاثنين ب14.5 و75 دول يا جماعة 7000 75 و7000 والعشر قلت لي بكام يا معلم؟ دي 59 59 دي يا جماعة كسر أربع سنات برديسي بس رميسة كسر أربع سنات 59 ها؟ الصلاة على النبي تبارك الله. واللي جابها الحق دي بكام دلوقتي دي؟ بيه دي يا أبو عبد الله بيه اللي جبتها دلوقتي 5000 10 ولا فاضي يا أبو عبد الله؟ فاضية بالصلاة على النبي. تطلع معي خفيفه يعني. والتليفون يا معلم علي 011 5 11 4 3 3 4 3 3 8 4 المعلم علي ابو قرونه يا جماعه راي حبيبنا وراي الغنى على التعريف هنا في السوق. متشكرين يا عم علي الله يزيدك يا رب. مقاسم ورا حج فينهم يا حج؟ لا انا مش تمام. قول لي بس عليهم كام. قول لي وصلوا كام يا عم قاسم؟ قول لي وصلوا كام؟ وصلوا كام؟ في خمسة فيهم وصلوا 5000 فيهم خمسة وصلين 5000 ما حلوين صلاة النبي. ثم فيهم كام واحد صغيرين؟ فيهم واحد بس صغير يعني. فيهم واحد بس صغير. صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك يا جماعه. كامل الاثنين دول يا معلم؟ اشتروا فيهم ب 15 اشتروا فيهم ب 15000 يا جماعه. الخروفين قالي اشتروا فيهم ب 15000 والثاني ده يا معلم 94 ده يا جماعه. الله يخليك كل 94 94 10 وعندك كذب 10000 يا ناس. شوف الجماعه جاب انا بعت. شوف الجماعه ب 200 انا بعت والله. اشتري يا معلم. ها اشتري. لا لا بعد رمضان الشغل بكام هي؟ طيب على هاش حاجه الصلاة على النبي. والله في رمضان يا جماعة الناس ما عنديها طول بال خالص بالسوق يعني. كام دول السودان يا معلم؟ السودان دول بكام؟ السودان دول 2 وندات دي ودي بعيالي نعم بناتي يعني. دي تحتها ايه؟ دي وراها انتايه. دي وراها انتايه والثانيه؟ دي وراها انتايه. وراها انتايه تمام. اشتروا فيهم ب 25 اشتروا فيهم 25000 25 12 ونص و 12 ونص يعني؟ 12 ونص و 12 ونص بالصلاه على النبي. والخرفان ده معلم؟ الخرفان اه دول فيهم ب 25 و 400 25 و 400 الاثنين دول؟ اثنين دول بالصلاه على النبي. ايه معك ثاني في الفرشه دي؟ 11 ونص 11 ونص اللي هناك ده بالصلاه على النبي. وكم تليفونك يا معلم؟ سوني ابو سوني. رقم تليفوني؟ اه دقيقه مش حافظه. منورين يا عمر منورين. ايوه تبعك الفرشه دي. قول لي التليفون طيب لو حد عايز له حاجه. 011 23 05 11 98 واللي هناك ده ما قلت ليش عليها اللي راقده دي ما حدش 10 هي فاضيه 011 23 54 12 5 9 ما شاء معلمين متشكرين. معلم محمد
يا معلم محمد ذكور دول يا معلم؟ ذكور دول؟ انت بعد بالي ذكور؟ ايوه. على كم يا معلم؟ دول داير على 55. داير على 55؟ بالصلاة عليك. ليه كذا جداد معاك؟ كان السوق اللي فات كان ارخص من كذا يا ريت. ها؟ كل سوق وضعه. الله يوسع عليك يا معلم. 5500، كم التليفون لحد عزه محمد؟ 845-1787. ما شاء الله الله يوسع عليك. كم الخروف ده عمده؟ كم يا عمده الخروف ده؟ خلاص يا عمي. خروف ده بكام؟ واصل كامل هصور بجد. واصل 10000 اليوم. 10 ل 100. ما جتش على 100 الدهال يا راجل. يا راجل ما جتش على خروفك رخيص على في السوق. رخيص. الصلاة على النبي. خلاص. مبارك احنا مبارك بال 100. مبارك بال 10. يا معلم. حبيبي يا معلم. وعدتنا المرة اللي فاتت وما طلعش الوقت. والله سعليك عليك يا معلم. حبيبي يا معلم. كل سنة وانتم طيبين. نهاركم ابيض بالصلاة على النبي. والله ما اقول يا ريت خبر ده عيوزه قول له لو دبحتها كلها قول له لا خلينا نشوف لنا حي احسن يا جماعه والده دي حي ايه تحتيها ايه تحتيها الصلاة عندك كام يا حي كام الصلاة عندك تحت وصلت كام طيب الصلاة عندك ده ولدها معلم ده؟ ولد الصلاة على النبي كام دي صلاة النبي؟ 13000 يا جماعة في عشرة على كده؟ الصلاة على النبي 13 13000 والله عملها ب 500 جنيه الخروف ده تحت 10 يا جماعة يا خالد 13000 قصدي تحتيها خروف وعشرة عليها 13000 هي طلعنا على النت وعشرة عليها يا جماعة صورنا يا شيخ حاضر يا معلم دي عشرة عشرة اكيد شهرين ممسوك يعني شهرين سادة خلي بالك على الاول 13 كام معلم لو حد عايزه كام رقمك والله هذول هم 13000 وبيشتروا فيه رقمك انت التليفون لو حد عايزه منك رقم التليفون لا بعرف اقدر على نفسك هنا الله يوسع عليك عشان بصور انا التنين دول معاك التنين دول معاك دي معايا كام 10 دي ولا ايه دي ب 10000 لحم دي صلاه ال 5000 الثانية ب 5000 يا جماعة ودي ب 10000 بس دي حتة لحمة تبارك الله يعني اللهم صل على النبي 5000 و10000 ودي 13000 والراجل معهوش تليفون الراجل معهوش تليفون ده كان تقرير للغنم الماعز ان شاء الله نعمل لكم فيديو ثاني للغنم الماعز لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته